السلام عليكم الغزالات ديالي كديري لبس عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال جيدة رجعت معكم في فيديو جديد جبت لكم كيكة ديال الزنجلان اللي كتجي رائعة وخفيفة واقتصادية كما كان عودكم ديم على الحاجة الاقتصادية البنات أه قبل ما نبدأ ونصلي على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كنتمنى أنكم تخليوا لي في التعليق تصلي وعن في التعاليق المهم البنات ما قطعت لكم تشوفوا الداخل ديال الكيكه كيفاش كيجي والله البنات بقى سخونه بحرا جبتها من الفرن وقلت ضروري نقطع باش, ن... باش نوريكم كيفاش كتجي كي من الداخل بقوا معايا حتى تشوفوا المقادير وطريقه التحضير غادي نبداو على بركه الله عندي ربعه ديال البيضات صغار عندي انا صغار عندي كاس مع عمرش ديال السكر وكيبقى على حسب الذوق عندي كاس ديال الحليب وعندي نص كاس ديال الزيت وعندي جوج صاشيات ديال الخميره الحلوه يعني بحال الكيكه العاديه اللي كنديروا موالفين كنديروا ديما يا البنات المهم ضروري اضافات من بعد غنوريكم اشنو ضفت صافي البنات غناخذ واحد الاناء وغندير فيه هذاك البيض أه اربعه البيضات كما قلت لكم وكيبقى على حسب المول اللي عندكم الا عندكم المول شويه صغير ممكن ديروا قل ولا عندكم المول كبير ممكن تضيفوا اكثر البنات هاد المولانا اللي عندي شويه كبير يعني ممكن تضيفي في ديري فيه حتى سته البيضات وانا اصلا عندي هاد البيض شويه صغير المهم انا درت دابا غير ربعة ضفت واحد القبيصه ديال الملح ضروري لتصحيح الذوق وعندي داك الكاس ديال السكر دابا غادي نخلط المكونات مزيان كما كتعرفوا حتى كيتغير اللون ديال البيض وديال السكر هاد الاثناء البنات غتضيفوا واحد الساشيه ديال الفاني انا ما متوفرش عندي ما ضفتهاش المهم غادي نخلط مزيان مزيان حتى كيتغير اللون ديال البيض وديال السكر كما قلت لكم من بعد البنات غادي نضيف الزيت نص كاس ديال الزيت وغادي نخلط شويه غير شويه البنات من بعد غادي نضيف آه كاس ديال الحليب وكما كنقول لكم ديما الكاس ديال الحليب ممكن تعوضوه بالياغورت آه دانون بنكهه الفاني المهم غادي نخلط مزيان او لا ما عندكمش ما عندكمش غتعوضوه بالماء المهم البنات غادي نخلط مزيان المكونات من بعد غادي نبدا نضيف الدقيق دابا البنات غادي نبدا نضيف الدقيق اللي غربلته مزيان يعني مغربل تقريبا جوج مرات غادي نبدا نضيفه وكما كنقول لكم ديما الدقيق كيبقى على حسب الخليط جوج كيسان حتى لثلاثه الكيسان ديال العنبه يعني كتخليو الدقيق وكتبقاو ترميو بشويه بشويه حتى كتحصلوا على الخليط اللي نتوما بغيتو البنات انا كنفضل ان الدقيق ما يتعبرش المهم غادي نبقى نخلط هكا مزيان حتى كنحصل على القوام اللي انا بغيت هانتوما يا البنات حتى كنحصل على هذا الخليط هذا هذا القوام هذا اللي بغيت يعني ما ثقيل ما خفيف من بعد البنات غادي نضيف دابا صاش جوج صاشيات ديال خميره الحلوة مع واحد المعلقه ديال الدقيق ضروري نغربلهم وغادي نخلط مزيان حتى كنحصل على القوام اللي انا بغيت من بعد البنات عندي واحد المكون اللي هو الزنجلان الزنجلان البنات عندي منقي مزيان عندي هذا محمر عندي اصلا حمرته شويه ودرته في واحد القرعه وهو اللي كنستعمل عندي تقريبا معلقه كبيره معلقه ونص وتتبقى على حسب نتوما اللي بغيتو جوج معالق معلقه, معلقة. المهم كيبقى على حسب اللي بغيتو من بعد البنات فاش ضفتها كنخلي الخليط على جنب وعندي هنا دابا المول اللي غناخد اي مول انا البنات هاد المول بحرا خديتو واول مرة غنجرب في هاد الكيكة هادي المهم غادي ناخدو غادي ندهنو بالزبدة كما كتعرفو ديما ضروري غادي ندهنو بالزبدة مزيان مزيان ومن بعد ما دهنت المول ديالي مزيان بالزبده كما كتشوفوا يا البنات راه دهنتو كله يعني حتى هاد البلاصه هادي اللي طالعه هي دهنتها كله كله كندهنو بالزبده من بعد البنات عندي هنا الزنجلان الزنجلان اللي كما قلت لكم يعني منقي محمر واحد شويه صافي يا البنات غادي هو تاني غادي نبدا الا آه ماشي بالضروره يا البنات انه يكون محمر عندكم ممكن يكون غير عادي انا غير حمرته وحاجه اخرى يا البنات ممكن تضيفوا الزنجلان الابيض لم توفر عندكم انا كان عندي وما بقاش تقاد ليا الزنجلان البيض غيكون غي احسن من هاد الزنجلان هذا المهم انا ضروري البنات انا فيا واحد القضيه ضروري الا ما لقيتش الحاجه كنديرها بحاجه اخرى يعني ماشي كنقول لا خاص حتى تكون الحاجه ما كان 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 كما كيقولوا كي <applause> المهم البنات كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم كما قلت لكم هنتم ما نتوما كنلبس المول كله بزنجلان وصافي دابا غادي نخوي الخليط من بعد قبل ما نخوي الخليط البنات عندي هنايا شويه ديال الزبيب وعندي شويه ديال اللوز اللي يعني مهرمش هكا شويه ديال اللوز داير صافي البنات انا هذا غير ضفتو ممكن ما تضيفوش غنضيف ليه شويه ديال الدقيق باش كما عارفين كيما ديما <applause> المهم البنات غادي هاد هاد الاضافات غير ضفتهم انا سبحان الله ما تعجبنيش الكيكه تكون خاويه يعني كيكه غير هكاك بالدقيق ما كتعجبنيش ضروري خاص تكون فيها شي حاجه اصلا ما كل الا كانت غير هكاك صافي البنات يعني ضروري خصني نضيف لها شي حاجه المهم انا هذه غير ضفتها ممكن ما تضيفوش من بعد غادي نخلط مزيان وصافي غادي نضيف دابا داك الخليط غادي نهز من الفوق ضروري يا البنات هزوا داك الاناء اللي فيه الخليط غتهزوه للفوق وغاتصبوا فيه هذاك الخليط صافي البنات من بعد دابا غادي نشعل الفران على عافيه مهيله وغادي ندخلها كطيب من بعد ما كطيب غنطلقها في الشكل النهائي ديالها من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران البنات بقى سخونه المهم بحال خرجتها من الفران آه كتجي زوينه يا البنات بزاف وحتى المول كما قلت لكم كنت خايفه منه ولكن صدق زوين ما كيلصق ما والو البنات كنتمنى يعجبكم هاد لا فيديو ونكون خفيفه 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 على قلوبكم وكنتمنى تدعموني كما ديما ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله